طيب نكمل بقى. احنا شفنا هنا اللاب ده، كل جهاز من دول هيبقى ليه ماك. السويتش ده عنده حاجة اسمها ماك تيبل. الداتا اللي طالعة من أي جهاز أيا كان محتواها ايه لازم يتحط لها ايه؟ الماك بتاع صاحبها، بيسموه السورس ماك. سورس ماك. والماك بتاع اللي انت عايز تكلمه بيسموه الديستنيشن ماك. يبقى هتروح لصاحبها والسويتش هيبعتها لصاحبها. بس عايز تبعت رسالة للكل، يبقى ساعتها تتبعت على ايه؟ على افات. في عالم الشبكات بقى محتاجين لكل جهاز عنوان تاني، وهنبقى نعرف ليه كل جهاز بياخد عنوانين مش عنوان واحد. يعني كل جهاز هيبقى ليه ماك وليه حاجة تانية مشهورة كلكم عارفينها، اللي هي اسمها ايه؟ اي بي. الاي بي ده بيبقى عبارة عن رقم. طبعا الموضوع فيه تفاصيل اكتر، انا كده بقى ايه بختصر بايه. عبارة عن رقم بيبدأ من 0000، زود 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 زود، يعني مثلا 0001 0002، ما زود لحد اخرك 255 255 255 255. يعني مثال، ممكن تلاقي الاي بي بتاع الجهاز ده مثلا 10001. بص، هو الاي بي عبارة عن اربع حتت، دول اربع حتت، الحتة الواحدة ما تقلش عن 0 ولا تزيد عن 255. فعلا انا ما تجيش مثلا تقول لي اي بي الجهاز ده 500 5000 دوت 3000، ده كده مش اي بي، ده حتتين، والحته ده نطت عدت ال 255. سي مثلا ده 10002 مثلا، وهكذا. انا مثلا هكتب ايه الاي بي بتاع ده؟ 192.168.11 مثلا. ده بقى لازم يكون ليه عنوان مختلف. مش احنا اتفقنا ان الماك بيبقى يونيك؟ يونيك يعني ايه؟ يعني مش ما يتكررش ابدا ما بين مليون كارت نتورك. نفس الكلام الاي بي لازم يبقى يونيك ما يتكررش. فلو الجهاز ده هيبقى ليه اي بي، ممكن مثلا يبقى 192.168 بس ما ينفعش 1.1، مثلا 1.2. واللي بعده 192.168 مثلا 1.3. لا، لازم دوت، لازم دوت، ولازم اربع حتت، والحته ما تقلش عن 0 ولا تزيد عن 5. لازم الشكل اللي انت شايفه قدامك، ما ينفعش ما ينفعش مثلا يبقى داش كولون، لا، هنا لازم غصب عنك هو بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. تمام كده. وده مثلا 192.168 مثلا 20.21 مثلا 2.1. اني اكبر كده شويه. وده خد بالك هو ده اخر واحد وده اخر واحد، بس ده ايه؟ ده 1.1 وده 2.1. وده مثلا هديله 192.168.22. طيب ده بالنسبة لشكل الاي بي. ونفس الكلام لو انت عايز تبعت رسالة الكل يقبلها بلا استثناء، نبعتها على اخر ماك. يبقى دايما بص بص سوري اخر اي بي. الماكات تبدأ من اصفار لافات، اخر واحد ده لو بعت عليه رسالة الكل يقبلها. الاي بي يبدأ من اصفار ل 255، لو بعت رسالة على 255 الكل ايه؟ يبقى تعرف بقى كده الجديد المفترض ايه؟ اي رسالة طالعة من اي جهاز يتحط لها يبقى العنوانين بتوعي والعنوانين بتوع اللي هتكلم معاه. العنوان يبقى عبارة عن ايه بقى؟ بص، هتطلع سي الماك، معلش هاخد الماك بتاع الجهاز ده تاني عشان انا مسحته. اي بي كونفيج داش هول، الماك بتاع الجهاز ده اهو. كنترول في. بص بقى، لو دلوقتي ده بيكلم ده، يبقى دي يونيكاست ولا برودكاست؟ يونيكاست. بص بقى هتطلع ايه؟ هتطلع من الماك بتاع ده للماك ده، ومن الاي بي ده للاي بي ده. يعني الرساله لو انت قاعد هنا فتحت نيت سبورت زي اللي شفت كتبتها له، من غير ما انت تحس بيتحط لها اي بيهات وايه؟ ومكات، الاثنين مش حاجه واحده بس. بس خد بالك السويتش بيعتمد في توجيه الداتا على ايه؟ على المكات، ملوش دعوه بالاي بيهات، ما تفرقش معاه، هو يهمه المكات. طب لو انت عايز تطلع رساله من هنا وعايزها تروح للكل والكل يقبلها، الكل يقبلها، خد بالك اي جهاز ما يقبلش رساله الا اذا كان الماك اللي فيها هو الماك بتاعه
ولازم كمان يبقى الاي بي اللي فيها هو الاي بي ايه، هو الاي بي بتاعه، الا اذا الرساله مبعوثه على 255 نت وايه وافات. اي جهاز يستقبل رساله ب 255 نت وافات هيقبلها. اذا انت لما هتيجي تفتح برنامج زي النت سبورت ده وتعمل شات، انا هعمل براوزر عشان اجيب بيانات الاجهزه اللي معايا في الشبكه، تمام؟ لما اجي اعمل شات مع ده مثلا، لما بكتب هالو من غير ما انت تحس بيتحط لها اي بي هات ها ومكاتب. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب ولو عايز ابعتها لكل الناس 255 واف، ده بيسموه برودكاست اي بي، وده بيسموه برودكاست ايه؟ برودكاست ماك. طب هنا برضو لازم كل جهاز يبقى ليه حاجه كده مشهوره اسمها سب نت ماسك. ده رقم، الرقم ده ليه 33 شكل، 33 احتمال. اشهر ثلاثة بنستخدمهم يا اما يبقى 255.0.0.0، يا اما يبقى 255.255.0.0، يا اما يبقى 255.255. ايوه 255.0. ده حاجة بيسموها ايه؟ سبنت ماسك. ولابد لابد ان كل جهاز في الشبكة بتاعتي يبقى ليه ايه؟ يبقى ليه ماك واي بي وايه كمان؟ وماسك. بس الماسك ده لما بنظبطه على الاجهزة بندي للاجهزة كلها نفس الايه؟ نفس الماسك. يعني مش زي الاي بي والماك، الماك لازم يكون موحد لكل جهاز، الاي بي موحد لكل جهاز، لكن الماسك بيبقى هو هو على كل الاجهزة. طب يا ترى ايه الفرق ما بين استخدام الماسك ده او الماسك ده او الماسك ده؟ بص بقى يا سيدي، لو سيادتك استخدمت اخر ماسك ده اللي هو كله 255 نت، ده معناه لا سوري، اللي هو اول ثلاثة فيه 255 نت وزيرو، ده معناه ان اول ثلاث حتت في الاي بي بتاع كل الاجهزة لازم يبقوا زي بعض. اول ثلاث حتت، بص مش هنا اول ثلاث حتت في الماسك ب 255 نت، يبقى لازم بص ده بيبدا ب 192.168.1.1، يبقى لازم ده يبدا زيه ب 192.168.1. اي حاجه في ديها اتنين بقى، طب ده ايه؟ ده تلاتة، اول تلاتة زي بعض. ابص ده بقى ده بص، لاحظ الاتنين دول اول تلاتة فيهم زي بعض صح كده، والتلاتة دول اول تلاتة فيهم زي بعض. انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان الاثنين دول هيقدروا يتكلموا مع بعض زي الفل، ودول مش هيقدروا يتكلموا مع بعض. سوري ثواني، الثلاثه دول هيتكلموا مع بعض زي الفل، والاثنين دول يتكلموا مع بعض زي الفل، لكن الاثنين دول ما يقدروش يتكلموا مع ايه؟ مع الثلاثه دول. تمام كده؟ لازم ده لو انت استخدمت انهي ماسك اللي هو 255 255 255 0، لازم يبقى اول ثلاث حتت زي بعض بالظبط في الايه، في الاي بي. انت عارفين ده شبهيه كده، مش كل ارقام فودافون ليها جزء ثابت وجزء متغير؟ الجزء الثابت ده 0.10، ده بيسموه ايه؟ ده الاي دي بتاع شبكه فودافون، ده حاجه مميزه ليها. اي رقم ينزل على حرف ان هو فودافون على طول. نفس الكلام احنا بنحاول نحاكي الموضوع ده في الشبكات، ان كده ايه؟ ان الاجهزه دي في حاجه بتميزهم. ايه الحاجه اللي بتميز الثلاثه دول؟ ان هما كلهم بيبداوا بكام؟ 192.168.1، وبعدين اخر واحد ده العب فيه براحتك، حطه مره بواحد، مره باثنين، مره بثلاثه، مره باربعه، مره بخمسه، وهكذا. اي سؤال لحد دلوقتي؟ يبقى ده كده اهو دول الثلاثه. عارف بقى لو انت كنت عايز كله يتكلم مع بعضه، معلش بقى عدل لي ايه؟ عدل لي الاثنين دي. او ايه رايك لو استخدمت ماسك اللي هو 255 255 00، معناها ان اول حتتين لازم يبقوا شبه بعض، ومش فارق معايا اخر ايه حتتين. مثلا صح، هو لا ده غير الفيلان، تمام؟ لسه هنبقى نتكلم على بس الفيلان دي بقى، لان ايه صعب نشرحها، لا عايزين ندي نبذه عنها، ندي نبذه عنها تمام. طب بص هنا، معناها ان اول حته لازم شبه بعض. بص ده بيبدا ب 192.168، وده 192.168، ده نفس الكلام وده نفس الكلام، اصبح دول دلوقتي بقوا في ايه؟ ها شبكه واحده مع بعض.
يقرفوا يكلموا بعض زي الفل، او حتى لو استخدمت على 8 هيبقوا شبكه واحده. طب بص، لو انا تلاعبت في ده خليته 100، 7 كده بقى ايه؟ لا كده بقى بص مش هيبقى ممكن اول واحده كده، اه ممكن بقى استخدم ده اول واحد ده 255 000. لو استخدمته هنا حتى مع الايباد دي، طالما كلهم بيبداوا ب 192 يتكلموا مع بعض زي الفل، تمام كده. طيب يبقى الماسك ده بيعمل ايه؟ بيحدد لك الجزء اللي لازم يبقى موحد للاجهزه كلها، والجزء اللي لازم يبقى ايه؟ متغير. يعني انتوا كلنا مثلا لو معانا فودافون كلنا هنبدا ب 010، بس مليون في الميه كل واحد فينا باقي بقى ال اه جزء يبقوا كام رقم كده؟ 10 8 ارقام، 8 ارقام، مليون في الميه كل واحد ليه 8 ارقام مختلفين عن الايه؟ عن التاني. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طب احنا طبعا عشان دول يعرفوا يكلموا بعض هنعمل ايه؟ هنخليهم بقى كلهم، يعني ده هيبقى 1 9 2 9 6 8 1 لا 4 بقى، ده 3 اهو، وده هيبقى 1 9 2 1 9 2 6 8 1 5 مثلا. والماسك اللي هستخدمه اللي هو اخر واحد ده اكثر انتشارا يعني، تمام. طب السؤال بقى، ازاي الجهاز هياخد هذا الاي بي وهذا الماسك؟ احنا عارفين الماك بيجي مع كارت ايه؟ مع كارت النتورك، صح كده. طب ازاي ادي له اي بي وماسك؟ اما ان انت تتعب نفسك وتلف على جهاز جهاز تدي له بايديك اي بي وايه، ودي هتبقى طريقه كويسه لو عدد الاجهزه قليل، لكن لو عندك 100 جهاز 200 جهاز مش معقوله هتلف على جهاز جهاز. بس تعالى نبدا بالطريقه الصعبه دي، وبعدين هوريك طريقه ثانيه اوتوماتيكيه، تمام. نبدا الاول بالطريقه الصعبه. الطريقه الصعبه ان انا ايه؟ دبل كليك على الجهاز الاولاني واخش على حاجه اسمها اي بي كونفيجريشن، ادي له الاي بي والايه والماسك. والماسك مش الماك، الماك خلاص احنا عرفناه جاي مع كارت النتورك. اقول له كام بقى؟ 1 9 2 1 6 8 1 1 والماسك اهو 3255 0. طب اللي بعده طبعا خد بالك انت هنا وارد تغلط وتدي جهازين نفس الايه، ما تقلقش يعني حتى لو انت غلطت في حاجات بتشتغل في الباك جراوند طبعا شرحها يطول بتحميك من حاجه زي كده. يعني فرض انا دلوقتي غلطت وقلت له 1 9 8 1، المفترض اقول له 2 غلطت وكتبت 1، بص قال لي ايه؟ لا معلش في واحد سبقك واخد هذا الاي بي. فاقول له طب كتر خيرك ان انت عرفتني، اقول له طب خد 1 2. هاجي هنا كده اقول له ايه؟ 1 9 2 1 6 8 1 كام؟ 3. وده 1 9 2 1 6 8 1 4. لا هو انا مجرد ما بكتب هو بيسيب، فخلاص انا مش عايز حاجه يعني، هو بيسيب على طول. المفترض في الاخر عامل دوس اوكي. تعالى اوريك في الحقيقه بنعمل ايه. يعني دلوقتي مش دول تلات اجهزه؟ لو عايزين نعمل نفس الكلام هنا على اجهزه بقى حقيقيه، بص هعمل ايه. بالنسبه للاكس دي هفتح الكنترول بانل وافتح نتورك اند انترنت كونكشن واخش على حاجه اسمها نتورك كونكشن، واقوم جاي دبل كليك هنا بروبرتيز الاي بي اللي عايز اديه للجهاز الاي بي، واحدد له هنا مانيوال بايديا 1 9 2 1 6 8 1 1. ادي اول ايه؟ ادي اول جهاز. واقول له اوكي. بص الديفولت في اكس في ايه؟ ان هو يعني ما بيجيبلكش الايقونه اللي جنب الساعه دي، فانا هقول له معلش الله يخليك ايه؟ طلع لي بدل ما عشان اخش اعمل حاجه ادوخ الدوخه اللي دوختها دي. اه فتظهر لي هنا دبل كليك عليها تفتح على طول. فالراجل ده دلوقتي اخد اي بي الحمد لله. تعالى على ده بقى. تعالى على ده. لما تدرس بقى في الشبكات حاجه اسمها اي بي كلاسز، تعرف ان في حاجه اسمها كلاس اي وكلاس سي وكلاس سي وكلاس كلاس اي وبي وسي، تعرف بقى. بص بص حاجه غريبه قوي، لو كتبت 10 0 0 1 دوست تاب، بص حاطط لي كام؟ بس حاطط لي كام؟ اشمعنى؟ طب بص لو حطيت له لا بص 172 16 1 1، بص المره دي حاطط لي كام؟ اشمعنى بقى؟ ولما هنحط له اللي احنا بنستخدمه دلوقتي اللي هو 1 9 2 1 6 8
واحد اتنين. الله، هو ايه الحكايه؟ لما تدرس بقى حاجه اسمها اي بي فيرجن 4 كلاسز تفهم القصه دي بتحصل ليه. تمام، اقول له هنا ايه؟ اوكي ادي كده تاني جهاز. الجهاز اللي بعده، الجهاز اللي بعده اروح على كارت النتورك بتاعه اهو، واقول له بروبرتيز هنا كده. لا ده كده مش هينفع، لو اديته 10 3 مش هيبقى معاهم في نفس الايه الشبكه، 1 9 2 1 6 8 هو، معلش انا غلطت بس، 1 9 2 1 6 8 6 8 1 المفترض ده كام بقى؟ 3. طب سيب الحته دي دلوقتي، واحده واحده هنوصل لها ما تقلقش. الطريقه الصعبه ان انت تلف على جهاز جهاز. طبعا الطريقه دي انت لو حبيت تعدل الاي بي هات يبقى لازم تلف على جهاز جهاز تاني تعدل في الاي بي هات. طيب جميل، انا جيت هنا على الجهاز ده اديته اهو لحد 1 4، وجيت على ده اديته لحد 1 5 او 1 9 2 1 9 8 1 5. عايزه تيست بقى. احنا الحمد لله كده بقى كل جهاز ليه ماك جاي مع الكارت، وليه اي بي، وليه ايه، وليه ماسك. والحمد لله القاعده طبقناها ان طالما استخدمنا الماسك ده يبقى اول ثلاث حتت في الاجهزه كلها زي ايه؟ زي بعض. يبقى المفترض دلوقتي عندهم القدره يتكلموا مع بعض ولا ما عندهمش؟ عندهم. عايز اجرب، عايز اتست الاتصال، اعرف يا ترى ده هيعرف يوصل لده ولا لده ولا لده ولا لده. قدامك حل من اثنين، حل صعب. الحل الصعب ايه؟ هو انا مش مشغل عندكم الشو دلوقتي على الاجهزه بتاعتكم؟ الكلام ده معناه ان انا قادر اوصل لكم ولا مش قادر اوصل لكم؟ لما عملت شات معاكم من شويه في الفيديو اللي فات وصل لكم الكلام ولا ما وصلش؟ خلاص سطب برنامج وجرب، جرب شير داتا على جهاز، مش انتوا عملتوا شير قبل كده الداتا على جهاز وبتفتحها من جهاز تاني؟ ما طالما بتعرف تفتحها يبقى قادر ايه؟ توصل له. بس ممكن تطلع المشكله في البرنامج ده مثلا، البرنامج اللي بايظ، شغلك انت صح، كابلات وتقريجات واي بيهات ومكات صح، بس البرنامج اللي انت بتستخدمه هو اللي فيه ايه؟ هو اللي فيه مشكله. عشان كده جميع انظمه التشغيل بلا استثناء بتجيلك ببرنامج بيستخدم فور تيست، برنامج لاختبار الاتصال ما بين الاجهزه. تمام؟ بعد ما ببني شبكتي بستخدمه عشان اتاكد ان شغلي تمام. اسمه ايه البرنامج ده؟ اسمه اي سي ام بي انترنت كنترول مسج بروتوكول. ده عباره عن بروتوكول، بروتوكول يعني برنامج بيبعت مسج. تمام كده؟ وانا اقدر اتحكم اعمل كنترول تتبعت من مين لمين وهكذا عشان اتشيك الاتصال ما بين الاجهزه. البرنامج ده تفعيله وتشغيله بيبقى باوامر. اشهر امر بقى بيشغل هذا البرنامج اللي هو الامر اللي انتوا ايه؟ اللي هو البينج. لما بتكتب امر بينج ايه البرنامج اللي بيشتغل من غير ما تحس؟ الاي سي ام بي. اعمل ايه بقى انا حضرتك؟ انا عايز اتست في اتصال ما بين الجهاز ده والجهاز ده ولا لا؟ قادرين يوصلوا لبعض ولا لا؟ مش يمكن صاحب الجهاز ده يكون طفي دلوقتي؟ مش يمكن الكابل اللي طالع من الجهاز ده للسويتش متقرش غلط؟ مش واصل في البورت بتاع السويتش؟ عايز اطمن ان في اتصال. خلاص تعالى من جهازك الاساسي افتح السي ام دي واكتب بينج. اول ما تكتب بينج مين اللي بيتفعل اوتوماتيك ويشتغل؟ الاي سي ام بي. واكتب هنا اي بي الجهاز اللي انت عايز تتست الاتصال ما بينك وما بينه. الاي بي بتاع الجهاز، مش الماك بتاع الجهاز ولا الماسك، الاي بي. تمام كده؟ واقول له ايه؟ انتر. واستنى البرنامج. الامر ده باي ديفولت بيشغل الاي سي ام بي ويديله امر يقول له طلع 4 رسائل لواحد 4 اما نشوف ايه نظام الراجل ده هيرد علينا ولا مش هيرد. ويفضل قاعد مستني ايه؟ فعلا 1 4 ايه؟ رد عليا. الوقت ده المفترض الوقت اللي تم استغراقه من اول ما طلعت من عندي الطلب ده لحد ما هو ايه؟ رد عليا. لو كتب لك زيرو واضح ان الجهاز ده واصل بيك والدنيا اشتغلت بسرعه. تمام كده؟ وبالتالي ما خدناش وقت. ساعات تلاقي الوقت ده، يعني بص انا هاجي على جهازي الحقيقي، مش احنا عندنا القدره نطلع نت؟ ايه رايك لو انا عايز اعرف انا طالع نت ولا مش طالع، جهازي نت، ايه رايك ابنج؟ بس المره دي بقى مش هبنج على اي بي، هبنج على موقع معين ياهو.com. اقدر برضو اعمل حاجه زي كده. انتر. بص ياهو.com ده عباره عن جهاز ليه اي بي،
بس عليه ويب سايت محترم العالم كله بيحتاج يتفرج عليه. بس انا دلوقتي عايزه ايه؟ اتست في اتصال ما بيني وما بين هذا الجهاز ولا مفيش؟ فبص اول ما انا كتبت ياهو بطريقه ما لسه هنتكلم عليها قدرت اعرف الاي بي بتاع مين؟ بتاع ياهو. وبعت له اربع رسائل ورد عليا. استغرقنا قد ايه؟ في الرساله الاولانيه، الثانيه 102، 103، 111. كل ما الرقم ده يزيد كل ما ده انديكيشن ان سرعه الاتصال ما بينك وبين الجهاز ده بطيئه. لو الرقم ده زاد كل ما الرقم ده هيقل معناها ان الجهاز ده اتصالك بيه ايه؟ سريع جدا. عشان كده احنا في اللاب بتاعنا الدنيا بص ما شاء الله تقريبا ما اخدش حاجه تقريبا. تمام كده؟ طيب جرب بقى. هيقول لك شفناها دي مره فاتت ريكويست تايم اوت. بص يا سيدي انا هعمل ايه دلوقتي؟ هاجي على الجهاز ده بقى، هاجي على الجهاز ده مثلا هطفيه. ايه رايك؟ 1.4 واجي هنا كده هقول ده بقول لك ايه ما تبنج كده على 1.4. ممكن بقى تطفيه، تقطع الكابل اللي واصل له، تغير الاي بي بتاعه تحطه في اي بي في شبكه ثانيه خالص. انتر. بص هنفضل قاعدين مستنيين بقى. لازم يكون شغال حتى لو مطفي ووصل له الكابل ما يبانش. لا لازم يبقى الجهاز شغال واخد اي بي في نفس النتورك بتاعتي. اول ثلاث حتت عنده زي اول ثلاث حتت عندي. مستني رد. ما فيش رد. تمام. يا اما يجي لي رد يا اما ما يجينيش رد. ارجع بقى اشغل الجهاز ده تاني هتلاقي الدنيا اشتغلت هنا اهو. اتفضل. ارجع كده. لا مش هنا بقى. بص جرب تاني كده الدنيا رجعت اشتغلت. اي سؤال لحد دلوقتي؟ عايزين بقى نعمل ايه؟ وده بقى جمال البرنامج ده، نتفرج على محتوى الرسائل اللي طلعت من اول واحد واحد لحد واحد. ايه المفترض يبقى فيها ايه بقى؟ رساله متجهزه ببروتوكول الاي سي ام بي. الرساله دي بيبقى مضمونها ايه بالبلدي كده؟ يا 1.4 لو انت موجود رد عليا. مين اللي بيجهز الرساله ديت؟ بيسموها ايه بقى الرساله ديت؟ بيسموها ايكو ريكويست. ايكو يعني صدى صوت. ريكويست ببعت لواحد بقول لك ايه؟ لو انت موجود رد، لو انت صحي رد عليا. دي بيسموها ايكو ريكويست. واستنى منك رد على صدى الصوت ده، ايكو ريبلاي. لو انت موجود رد عليا، انا موجود يا عم زي الفل. تمام كده؟ الرساله دي لازم عشان تطلع من عندي يتحط لها ايه زي ما اتفقنا؟ اي بيهات ومكات. صح كده؟ تعالى بقى افرجك على الرساله باي بيهاتها بمكاتها. اتفرج عليها ازاي؟ في هنا مود رائع في الباكت تريسر اسمه سيميوليشن مود. سيميوليشن بتقدر تراقب اي برنامج بيبعت او بيستقبل داتا ما بين الاجهزه، زي مثلا برنامج النت سبورت اللي احنا شفناه. لو بيبعت داتا بيستقبل داتا ممكن اراقبه، وتلاقي حاجات تانية احنا ما نعرفهاش لسه ما درسناهاش. انا هقول له بقول لك ايه، انا لسه حبيبي مبتدئ وما اعرفش الحاجات دي كلها، لغيتهم كلهم، انا مش عايز اتفرج غير على ايه؟ اي سي ام بي بس. واقوم جاي رايح تاني من الجهاز ده. اقوم جاي عامل ايه بقى؟ ابنج تاني. وبعدين بعد ما بنج تاني جهز لك الرساله تتفرج عليها وهي ايه بقى؟ وهي طالعه. شفت السويتش بعتها لمين بس؟ لصاحبها، بعتهاش لكل الناس. وبعدين وهي راجعه روح كام واحده بقى بيتبعتوا؟ اربعه. يبقى ادي الثانيه. طب تيجي نفتحها نتفرج عليها. افتح الاي سي ام بي، جهز الرساله. الكلكعه اللي احنا شايفينها دي معناها بالبلدي لو انت موجود رد عليا. اتحط لها ايه حضرتك؟ من 1.1 لواحد اربعة، من اربعة سي. مش فعلا ده الماك بتاع الجهاز ده؟ يبقى اكيد اللي اخره سي زيرو ده ماك انهي جهاز؟ اللي هو 1.4.
طلعت الرساله كده. الراجل ده يبص فين؟ في الماك تيبل، هيلاقي ان الرساله دي عايزه تتبعت لماك معين متسجل عنده في الجدول، يقوم جاي باعت له هو الرساله وهي راجعه بتتعكس، يعني هتبقى طالعه من 1/4 رايحه لواحد واحد، طالعه من الماك ده رايحه للماك، يعني السورس بيبقى ديستنيشن والديستنيشن بيبقى ايه؟ بيبقى سورس. اي سؤال لحد دلوقتي؟ الدنيا اشتغلت زي الفل والبنجات شغاله ما بين الاجهزه زي الفل. عايزكم بس انتوا تعملوا اللاب ده، بس انتوا عشان تعملوا لازم تسطبوا عندكم باكت تريسر. انا هعمل ايه بقى؟ بص هقوم جاي داخل عندي هنا، واقوم جاي على، احنا بنشرح الكورس ده ورك ماتيريال نتوركس. لا ده انا حاطط التولز بقى فين؟ في الفولدر اللي هو التولز اللي انتوا هتاخدوه مني بكره ان شاء الله. فين؟ كومتي اي بلس تولز نتورك تولز، تحديدا انا عايز برنامج ايه؟ الباكت تريسر، تحديدا الفيرجن اللي بشتغل عليه فيرجن 6.2. احدث فيرجن نزل من الباكت تريسر ده 7.2، بس سيسكو عاملاه مقفول، بيفتح معاك بعد ما يعلقك 15 ثانيه وما بيدلكش كل الاوبشنز الا لو انت معاك حاجه كده اكونت في حاجه اسمها سيسكو اكاديمي يفتحه لك، لكن من اول 6.2 وانت راجع كده بيفتح معاك على طول. فانا هاخد ده كده، هاخده كوبي تمام. في فولدر انا مشيره هنا، الفولدر بتاع البرنامج النت سبورت ده اللي انا مشيره. فانتوا دلوقتي لو دخلتوا على الشير، انا هخليكم دلوقتي تخشوا على جهازي، لان انا جيت على الفولدر ده بروبرتيز شيرنج ادفانسد وعملت شير لهذا الفولدر. فانت لو دخلت على الفولدر ده من عندك هتلاقي خده كوبي عندك وسطبه. ازاي بقى تدخل على جهازي؟ بص يا سيدي، تكتب هنا رايت كليك على الديسكتوب عندك شورت كات، وتكتب هنا باك سلاش باك سلاش، والمفترض تعرف اي بي جهازي عشان تخش على الجهاز بتاعي. اي بي جهاز انا بقى كام؟ بسيطه هعرفهولك دلوقتي. اقوم جاي رايح على كارت النتورك، ادي كارت النتورك الديتيلز، هنا بيجيب لك الماك وبيجيب لك الايه وجايب لك كمان ايه الماسك اخره كام ده. يبقى حضرتك لما تعمل الشورت كات اكتب ايه 192.168.1.4 كده نيكست فينيش. لو فتحت الفولدر ده هيفتح لك، انا مشير الفولدر اللي فيه الماتيريال اللي انتوا خدتوها مني، يعني انا لما حسين جه عمل لكم سيديهات هو من جهازه جوه، ما هي دي فايده انت تبني ايه شبكه، ان الدنيا سهله اهي زي ما انت شايف. اخد الفولدر ده وعمله لكم على دي في دي، ها انتوا دلوقتي هتفتحوا ده ايه الايه من اول فين؟ انا عملت ايه؟ انا جيت على فولدر عندي هنا في كورسز، مش هنا بقى، هنا اهو الفولدر ده، رايت كليك عليه بروبرتيز شيرنج ادفانسد شير وشيرته تمام. وبعدين المفترض بقى انت من جهازك رايت كليك هنا نيو، تعمل شورت كات من جهازك انت، تكتب في ايه باك سلاش باك سلاش، خد بالك باك سلاش باك سلاش، في ناس بتغلط وتكتب فورورد، دي فورورد اللي باصه يمين، اللي باصه شمال اسمها باك. وتكتب ايه الاي بي بتاع جهازي، اي بي جهازي انا 192.168.1.34 نيكست فينيش، هيعمل لك الشورت كات ده دبل كليك عليه تتفرج على داتا العام. هتاخدوا انتوا بقى ايه؟ هتاخدوا الفولدر ده الفايل ده تاخدوه كوبي عندكم وتسطبوه تمام كده. افصل الشو، ابداوا جربوا الخطوه دي، وهوقف كمان الايه الريكوردنج عقبال ما تخلصوا. سيب الفيديو ده على كده ونكمل ان شاء الله المره الجايه.